السلام عليكم، مبارك عليكم الشهر الكريم. إن شاء الله يكون هذا الشهر عليكم خير وبركات، تحقيق الأماني وصحة وسلامة. اليوم راح بعد قبل رمضان لازم نروح نتسوق. اليوم راح أروح الكوسكو وأسوق وأدليكم كوسكو والأسعار اللي بيه. أكبر محل كوسكو بكندا كمساحة، لأن بنوه جديد بمساحة كبيرة. فهاليوم راح أروح وأدليكم الأسعار الموجودة هناك. فأكو يعني أهم شغلات اللحوم الدجاج، هذا كله حلال. هسا أدليكم وشوفوا الشغلات الموجودة. هذا الكوسكو الخارج، وهاي هسا هاي الدجاج. هذا الدجاج كله حلال، ذاك أبخاذ، هذا صدر دجاج، هذا لحم مفروم سعره 2.3، هذا خبز لبناني، هذا سمك سعره 7، هذا البيض 18 $7، هذا لالنجة 8 دولار، هذا خيار 3 خيارات 3.5، هاي طماطات 8، هاي طماطة زهر 8، هذا البوتيتا تشيز كامل شوف هاي السعر مالته، هذا البوتيتا بيضة هاي 7، هاي التفاح تشيز تفاح 8، شو هاي الدولارين الجاي الموز هاي ضبط، هاي 9 دولارات، هذا الثوم، هذا تشيز كامل ثوم، هذا الخس 7 دولار، هاي سمانة، هذا الجزر تيسون، هذا الهنا 7 دولار، هاي 7 دولارات، هذا الكرماتية تيس كامل، هذا الكرماتية، وهذا الكرماتية، وهذا المحل، هاي سعره، وهذا الجبن. طبعا انا من عشاق هذا الجبن المثلث بالفقرة، هاي التمن، وهذا التمن البزمتي 10، وهذا المعجون اشتري من عنده، وهاي المعكرونية، وهذا النين سناك، هاي شوف الازدحام، هاي الكاشيرات، هذا المطعم، طبعا انا ما احبها، هناك يسلخ سيارات. اشوف هذا الباركينج مالته متروس من الصبح لليل ما شاء الله.